الطاقم التحكيمي السعودي. دعما لانتفاضة الوحدات والنتائج الإيجابية التي يعيشها في الجولات الأخيرة، استقبل شباب الأردن من يطمح لخطف الصدارة المؤقتة من الفيصلي، وعلى أرض الميدان دار أكثر من تلك العناوين، فالسعي لإحراز الأول تناوب حرفيا بين يمنة ويسرى، وأصحاب الدار ما أرادوا إلا استكمالا لمصالحة الجماهير الخضراء التي كان سيسعدها ترجمة هفوات متكررة من حامي عرين الشباب رشيد رفيد لأهداف. ولكن إدراك للموقف بين المدربين دار كثير من تكتيك أفضل لشوط أول بلا أهداف، وقدم لثان استمر بذات طبيعة الأول. الشبابي أراد سحب البساط ولو لساعات من تحت أرجل الفيصلي، أما الأخضر فهدد أكثر وبدأ أنه يطبخ الهدف على نار هادئة، والنتيجة حضرت ولو بعد أولى تألق فيها من سيخطئ كثيرا ومن غيره رشيد رفيد، من راقب حمزة الدردور يصول ويجول ويخطف كل الأضواء. هنا الاستلام للوحدات مستمرة، خطر، الله أكبر، هدف للأخضر، الأخضر يتمخدر، إذا النجوم تتلعلع، نجوم تتلعلع. ما اكتفى صاحب الدار بنتيجة الهدف، لا بل بحث عن التعزيز وترك في بعض من هفوات دفاعية الفرصة لشباب الأردن من هدد وكاد يعادل النتيجة التي ما حالفها حظ عاثر في أكثر من فرصة سانحة، كان نجم أخطرها يوسف النبر قبل أن يكون لنجم السهرة والمواجهة حمزة الدردور نصيب في القاتل الثاني الذي أعاد الوحدات من جديد لصراع المنافسة على اللقب. معاذ خلوف، صدى الملاعب.